إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من ضواحي قلعة أسرغنا، وبالضبط من جماعة شطيبة التابعة لإقليم قلعة أسرغنا. اليوم معنا واحد الحالة ديال واحد البنت اللي تزوجات بزواج ديال الكونترا. إذن متتبعينا، هذه البنت تزوجات على 15 سنة، تيقول الأب ديالها أن هاد الناس جاوهم واحد السيد يمشي لإيطاليا، يعني للخارج، من الجالية من ضواحي الفقيه بن صالح، وعطاها الدرية مقابل كونترا، يعني واحد العقد غير شرعي. الدرية اللي تزوجات وعلى إثر هذا الزواج ديال الفاتحة كما تنقولوا ولدات بنية، واليوم هي كتقول أنها ضحية هي والبنية ديالها من بعد ما تخلى عليها هاد الزوج اللي كانوا داروا واحد الزواج ديال الكونترا او كالفاتحه كما تنقولوا. اذا المتتبعين غادي نخليكم مع الاب ديال هاد الشابه، يعاود لنا شنو وقع، يعني كيفاش حتى عطى بنته بهاد العقد او بهاد الكونترا او بهاد الفاتحه كما تنقولوا. تفضل الشريف، عاود لنا شنو وقع على الدريه هذه. جاو هاد الناس جابوا لينا خالها، زيد السيد هادو راه نسابوا واخدوا هو وياهم اخواتات ولا ما نعرف. جاو بالاول قال لك تعطينا الدريه، قال لهم الدريه مازال ما واصلاش. نعم، قال لك صافي عطينا الدريه راه بحال بنتنا. نعم، كان الحاجة الشهر اللي باقي ل 16 نكتبوا لحقت 16، يعني كانت ما وصلتش 16 سنه، كانت 15 سنه. 15 سنه ما قال لك نهار تكمل 16 نكتبوا. قعدت عندهم اللي صاوبنا داك الشيء متنا الكونترا هذا وهذاك الشيء، قعدت عندهم عامين. واخا الشريف شنو درتوا في هذا الكونترا هذا، شنو كتبتوا فيها؟ كتبنا فيها كونترا ديال الزواج وصافي، لا فلوس لا والو. فين درتوا هذا الكونترا هذا؟ فين البلاصه؟ في جماعه شطيبه. جماعه، واخا سيدي كمل لينا سيدي، كمل لينا سيدي. اللي الكونترا بقات عاد هذاك السيد من اللي نهار مشيت لعندو قال لك انت ما كتسالش كونترا، كونترا دا هذاك للزوج داش. واخا داها شيخه قال لك راه داها، وملي قلت ليها هنايا الكونترا قال لك انت ما تسالش. قلت ليه علاش ما نسالش؟ راه خاصنا انا اللي نشد الكونترا. قال لك داها هذاك حتى دلاوي يسير منك ليه ولا ليه لا مني لي، راه عاد نقيد بك دعوة. مشيت عند رئيس الجماعة قال لي انتوما كتبيعوا تشريوا ولادكم، كتبيعوا تشريوا هذه بالحمارة ابن هذه خرج بعد منك. مشيت اكراريت به ملي قلت لخالها هذاك السيد اللي لقيتينا معاه جي فرقنا ولا حتى اللي لقيتنا في الاول جي فرقنا. نعم، قال لك من بعد تا يدير تا يجي هذه هذه هذه، ما بقاش لا خالها لا هو جابها عام هذا باش جاب هذوك هذه الايام، وراه الدريه والده وما تلاشي واحد راقف فيها ولا نسب ليها ولا والو. كيقولوا هاد الدريه انايا ماشي بنتي، ماشي هادي، ماشي بنت من بنت الزنقة. درتو العرس؟ درتو، درنا العرس، درنا كل شيء، درناه، درنا العرس وما دارت هما عرسهم ليه. المهم داك الشيء اللي قضينا عليه حنا، عيطنا للجماعة، عيطنا لكل شيء، وهما راه عرسهم داروه. واخا قلتي لي قبيلة عطاوك شي 100,000 ريال، ديالاش هاد 100,000 ريال؟ 100,000 صداق. شوية تاني من بعد تاني ديك 100,000 من اللي رنا الصداقة وهذاك الشيء، ملي جا واحد المدة ملي جابوها واحد 5 شهور ولا 6 قال لك نعطيك 100,000 وفسخ معايا هذاك الكونترا هذا شيخة. وقلت لي انا شبغي نفسخ معاك الكونترا هذا، نفسخ معاك الكونترا هذا وهذيك البنية لا ما بنحطوها. قال لي لا ما بنتيش، ما هذه ما هذه ما هذه، لا ما بنتك شيء، راه عامين قاعدة عندك ديال الوقت، ماشي كانت بنتك هذيك الساعة نشوفوها بنت من واش. يعني انت باش تطالب الشريف دابا كطالب بالحق ديال بنتك؟ طالب الحقوق ديال الدرية بنتو، يصاوبها في الحالة المدنية، يحط بنتو، وبغانا نتفرقو نتفرقو. انا بنتي راه ماشي ساخية عليا، وهو بنتو يقيدها في كونترا ولا يقيدها في الحالة المدنية، راه بنتو راه جاية قراية، جاية اي حاجة، راه مسؤول بيها. لما حطيناش بنتو شكون اللي بغا يسأل بيها؟ حطوها للزنقة.
إذن متتبعينا، كما تابعتوا معنا هذا التصريح ديال الأب ديال هذه الشابة اللي كتقول أنها تقول أنه تزوجها بالكونترا يعني ومقابل 5000 ديال الدرهم. غادي نخليكم مع هذه الشابة اللي على إثر هذا الزواج ديال الفاتحة أو الكونترا يعني ولدات بنية، وهي دابا ضحية هي والابنة ديالها، يعني بعد ما تخلى عليها هذا الزوج اللي هو كنقولوا زوج غير شرعي. يعني كنتي صغيرة عندك 15 سنة، ايه كنت صغيرة عندي 15 سنة، جا واحد الخطاب جا من خالي من قبل.